تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في كل حلقاتنا السابقة والقادمة إن شاء الله نطرح مواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم إن شاء الله، ويسعدنا تواصلكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم برقم التواصل، أرحب فريق العمل وياي في الإعداد يوسف سعد، في الإخراج أيمن سرحيل، وفي التنسيق ميرا لقفلي. صبحكم الله بالخير جميعا. مقدمة الحلقة دكتورة عاشة البسطي. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-55-1414 و4006 للرسائل النصية. حياكم الله. بنتطرق المواضيع كثير اليوم إن شاء الله، وحلقتنا ثرية صراحة بالمواضيع اليوم. أتمنى لكم كل التوفيق، ما أن اليوم السبت 8 سبتمبر 2019. أتمنى للجميع التوفيق وبداية أسبوع، وأسبوع مليء بالإنجازات والصحة والسعادة، وإن شاء الله موفقين اللي بتدوا دراسة هذا الأسبوع، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. فقراتنا متنوع اليوم مثل ما عودناكم، عندنا فقرة السوشيال ميديا بنبتدي بها اليوم، ويانا زميلة أسماء الجناحي خلال 60 ثانية إن شاء الله بتنتعرف على اهتمامات السوشيال ميديا اليوم وأقلب ما يدور فيها. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليك وعلى كل المستمعين إن شاء الله. أسماء اليوم حابين نتعرف أكثر عن اهتمامات السوشيال ميديا لليوم. بما أن اليوم هو اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، فنحن كنا خلال الويك أند كنا حاطين بعض النصائح أن كيف أن أنت تتجنب آلام الظهر. طبعا آلام الظهر من المشاكل اللي وايد يعانون منها، خصوصا اللي عندهم أعمال مكتبية، حتى اللي عندهم أعمال ميدانية. أحيانا نحن نشيل الأغراض غلط، أحيانا الطريقة اللايف ستايل مالتنا غلط، إن هي تسبب لنا مشاكل في الظهر وتأثر على حياة الشخص كذلك. هي غير الوزن وغيره، طبعا البنات لازم يحاسبون موضوع الكعب، لأن موضوع الكعب فعلا في مشاكل في الظهر. غير هذا نحن ما زلنا نتكلم عن نظام المواعيد، وأي شخص بيه مركز مراكز الرعاية الصحية الأولية نتمنى أن يأخذ موعد قبل ما يعبر الاتصال 803-42. النظام هذا يعزز بين علاقة الجمهور مع الطبيب، يعني يقدر يشوف نفس الطبيب دائما. يعني مثل ما أنا أسوي لما دائما أروح أحب أشوف دكتور معين، النظام هم بيساعدني نعرف متى هو مداوم، فلما أخذ مواعيد أخذ مواعيد مع الدكتور نفسه. غيرها في وايد نصائح كنا حاطينها عن أعراض الخمول وغيرها، ونختمها بالرسالة الصباحية اليوم: إن أردت النجاح فعليك أن تستفيد من الفشل ولا تستسلم عند العقبات، فكل ما كانت إرادتك أقوى كان نجاحك أقرب. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة يا أسماء. شكرا أسماء الجناحي. هذه اهتمامات السوشيال ميديا لليوم مثل ما ذكرت أختنا أسماء من ناحية اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، وذكرت مشاكل الظهر. صح، مشاكل الظهر يعاني منها الكثير من الناس، مرات تكون مشكلة بسيطة، يعني الشخص حتى ما يحتاج أدوية مسكنة الألم، جدا بسيطة، بس يغير عادات معينة في حياته اليومية، وهاي تقي من مشاكل كثيرة وحتى من الآلام. لأن كنا عارفين آلام الظهر تأثر على، مو بس يعني الألم عموما يأثر على مزاج الشخص، على إنتاجيته كذلك. بخصوص الفقرة الثانية اللي طرحتها من ناحية المواعيد، بخصوص مواعيد العيادات الصحية، جدا جميل أن الواحد يعني بهالطريقة أنا بشوف طبيبي في كل مرة، نفس الطبيب، أنا ارتحت على طبيب معين نفس الطبيب بقدر أشوفه في كل مرة. ثاني شيء بخصوص الوقت، الوقت طبعا يعني وقتنا ثمين جدا،
يعني حتى الدقائق تفرق من شخص لشخص، يعني أصير أنتظر فترات طويلة وفترات تكون فيها زحمة، حتى هاي الفترات بتنحل، حتى لو كان في ازدحام في المكان بينحل أني أخذ موعد، فباي حتى لو كان مزدحم المكان فأوريدي موعدي موجود وإن شاء الله بنشاف خلال فترة بسيطة. مستمعينا فقرتنا الثانية كذلك اليوم جدا مهمة وجميلة كذلك في نفس الوقت، بنتحدث عن تقضية الرياضيين مع أخصائية التقضية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة سهير محمود. صبحك الله بالخير أستاذة سهير. صباح الخير، إن شاء الله تكونوا مناح. الحمد لله الحمد لله. دائما نتطرق في تقضيتنا للجمهور ككل، بس اليوم موضوعنا جدا مهم اللي هو يخص الرياضيين بالأخص، اللي هو لأن عارفين تقضيتهم بتكون مختلفة نوعا ما عن التقضية العادية اللي يعني تعودنا عليها، صح التقضية اللي تعودنا عليها أو التقضية الصحية تهم الجميع، بس صحيح. سبحان الله للرياضيين أساس بناء العضلات ويكون المجهود اللي يبذلونه أكثر وحرق السعرات تكون أكثر، فممكن صحيح. تعرفين أكثر عن الموضوع هو نفسه بخصوص تغذية الرياضيين؟ تمام. طبعا عزيزتي نحن في عنا نوعين من الرياضيين بشكل عام، في عنا الإليت آثليت في عنا ريكريشنال آثليت. الإليت آثليت اللي هو الشخص اللي مثلا بتمرن علشان كومبيتيشن، يعني مسابقة معينة، مثلا زي اللي هني بروحوا على الماراثون أو التراياثلون. أيوة. يعني من هدول الناس. بالنسبة للريكريشنال آثليت اللي هني زي زيك وزي معظم المستمعين اللي هني بيكونوا مثلا بروحوا على الجيم أو مثلا بروحوا بيعملوا أي نوع رياضة 4 أو 5 أيام بالأسبوع أو حتى 3 أيام، يعني لمدة ساعة أو ساعتين بالكثير، عرفتي. فعنا كمان شغلة كتير مهمة أوسط فيها الكلية الأمريكية للطب الرياضي، اللي هو شغلة اسمها فيولينج، يعني زي لما إحنا نزود السيارة بالوقود، نفس الشيء لازم نزود أجسامنا بالوقود قبل وخلال وبعد الإكسرسايز، سواء كان الرياضي إليت آثليت أو ريكريشنال آثليت. والإليت طبعا آثليت اللي هو بيتدرب علشان المسابقات، هو هذا لازم يركز على هذا الموضوع حتى لسه أكثر. فعنا لازم يكون في كمية كافية من الأكل والسوائل المفروض الرياضي ياخدها قبل وخلال وبعد الرياضة. هذا الشيء بيساعد على تنظيم السكر في الدم، وأيضا بيساعد على أنه يحسن البرفورمنس تاع الرياضي، يعني أداء الرياضي أثناء الرياضة. ممتاز. وأيضا بيساعد على أنه يحسن من فترة التعافي بعد الرياضة، يعني ممكن أنه يأثر فترة التعافي لما إحنا نعطي جسمنا المكونات الغذائية اللي هو بيحتاجها، ممتاز. زي السوائل، بعض الفيتامينات، البروتين والنشويات. فطبعا من إحدى الفوائد كمان هو أنه لما نحن نعمل فيولينج للجسم، نزود الجسم بالطاقة والسوائل قبل الرياضة وخلال وبعد، هذا الشيء بيساعد على أنه يأخر الفترة اللي إحنا ممكن نتعب فيها. يعني ممكن لما الواحد ما يعمل فيولينج بالمرة ممكن أنه يتعب بعد نص ساعة من الرياضة، بينما لما يعمل أوبتيمال فيولينج ممكن أنه يضل مثلا مضاين بالرياضة ساعة ساعة ونص. ممتاز. مثلا عم بشرب سوائل وبيأكل وكذا. طبعا كمان هذا الشيء بيساعد على انه نقلل من الاصابات الرياضيه، لانه بتعرفي لما يصير في عندنا ماسل سورنس، يعني لما العضله يصير فيها اصابه بتاثر على الرياضه، فبتخليه انه ما يمكن ما يتمرن ليوم او يومين لحد جسمه يعني يتعافى او يتعافى من هاي الاصابه. نعم نعم بالضبط. فالتغذيه المثاليه للرياضيين بتساعد على انه تقلل من الاصابات الرياضيه. ممتاز. طيب هلا طبعا احنا في عنا الاليت اثليت في لهم عدد سعرات معينه. نعم. معظم الرياضيين هن بياخذوا سعرات حراريه اقل عن احتياجاتهم. لازم احنا نضرب مثلا وزنهم بالباوند، يعني كل 1 كيلوغرام هو بيساوي 2.54 باوند ضرب 23 كالوري. فممكن أي واحد رياضي مثلا، حتى هني هدول الرياضيين لما بيطلعوا على الآلة تعيث البي سي اي البادي كومبوزيشن أنالايزر يبينوا أنه هني أوفر ويت، حتى في منهم ممكن يعني يكونوا أب تو أوبيز مثلا. صح. يعني عندهم سمنة. ليه؟ لأنه هني عندهم كتلة عضلية كبيرة وهاي الأجهزة مش مصممة للناس الرياضيين. صح. فدائما نحن بننصح الرياضيين يراجعوا مع أخصائية تغذية متخصصة بالسبورت نيوتريشن. ممتاز. ففي عندك مثلا الكالوري فورمولا للرياضيين، زي ما قلت البادي ويت وزنهم بالباوند ضرب 23 كالوري، والعناصر الغذائية يلي بتزود سعرات حرارية للرياضيين هن بس 3، الكربوهيدرات والبروتين والفات، على عكس المتعارف عليه اللي هن بفكروا ان لو اخذوا والله كو انزيم كيو 10 او أيوة.
الكارنتين هذا الشيء رح يعطيهن طاقة، لا هذا الشيء بيساعد على العمليات الأيض بالجسم على أن تصير الميتابوليزم يصير بشكل أسرع، بس النيوتريانت اللي هي بتعطي طاقة للجسم هن ثلاثة، الكربوهيدرات والبروتين والفات، يعني الدهون. أيوة نعم. طبعاً تفضلي أستاذ سهير، ممكن تعطينا يعني كلمة أخيرة للرياضيين خلال نص دقيقة، لأن داهمنا الوقت والموضوع جداً صراحة مهم. تمام. طبعاً من أهم العناصر الغذائية اللي هن المفروض الرياضيين يركزوا عليها هي النشويات، على عكس المتعارف عليه اللي هو البروتين، لأنه المفروض كمان النشويات ناخد إحنا ما بين 7 إلى 10 جرام لكل كيلو جرام باليوم من جسمنا. يعني لو الشخص مثلا بيعمل رياضة هو ريكرييشنال أثليت بروح على الجيم 3 أو 4 مرات في الأسبوع، مفروض مثلا يضرب وزنه بسبعة علشان يعرف قديش هو لازم ياخد نشويات خلال اليوم. ونفس النقطة اللي أنت طرحتيها أنه يفضل أنه يتابع مع أخصائية تغذية بدال ما يعني يعتمد على أشياء ثانية وأدفايس من أماكن ثانية. فنوجه هذه الدعوة للرياضيين، بما أنه تمارسون رياضات معينة فأنتوا تحتاجون أن يتابعكم على الأقل أخصائي تغذية، عساس ونفس أنت ما قلتي مرات كتلة الجسم هي تكون عالية، فهو ما بمعدل الأوبزيتي أو السمنة، هي عشان العضلة تكون عالية تأخذ وزن، لأن العضلات تأخذ وزن 7 مرات أكثر عن الدهون. صح، فتأخذ وزن أكثر. غير هيك بدي بس أضيف شغلة مهمة، إنه البروتين سبليمنت لما الرياضيين يأخذوها بكميات عالية على المدى البعيد بتأثر صحيا عليهم، خصوصي على وظائف الكلى، فلازم يديروا بالهم من هالنقطة وما يأخذوها غير تحت. صح، هاي النقطة يعني السوبرفيجن تعيد أخصائية التغذية على أساس تعرف قديش هني عم ياخدوا بروتين من المكمل الغذائي. صح، وهاي النقطة جدا مهمة. نعم، نشكرك أستاذة سهير محمود أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك. مع السلامة. مع السلامة مستمعينا الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. نذكركم برقم التواصل ويانا 6005514414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما ذكرنا اليوم في الفقرة الأولى بخصوص مواضيع أو اهتمامات السوشيال ميديا، ذكرت أختنا أسماء بخصوص المواعيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية اللي طورت هيئة الصحة بدبي نظام حجز المواعيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها والمنتشرة في ربوع دبي، وبدت الهيئة بالفعل تطبيق النظام الجديد مطلع سبتمبر الجاري، وقد سبق التطبيق حملات ترويجية للتعريف بهذا النظام اللي يتيح المزيد من الفرص أمام متعاملين مع المراكز وخاصة مراجعين لأطباء الأسرة وأطباء الأسنان للحصول على خدمات عالية الجودة، كما يمنح المتأخر عن موعده خيارين لمراجعة الطبيب، وهما إما يحجز موعد جديد أو الانتظار حتى انتهاء المراجعات المعتمدة، وبالتالي لن يأخذ متعامل فرص متعامل آخر أو موعده. حول هالموضوع يسعدنا تكون ويانا اليوم في الحلقة الدكتورة أمل بوهارون، مدير مراكز الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة أمل. صباح الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين. طبعا أنا بداية أشكركم على استضافتي في هذا البرنامج المميز. شكرا دكتورة. دكتورة عاشة، وللتواصل مع المتعاملين الأعزاء ومناقشتهم في أحدث الخدمات الصحية اللي نطبقها في هيئة الصحة بشكل عام وبشكل خاص في قطاع الرعاية الصحية الأولية. شكرا دكتورة أمل. دكتورة، ممكن تعطينا نبذة عن نظام المواعيد الجديد؟ طبعا طبعا اختي عاشة، دائما نحن في هيئة الصحة نحرص من خلال استراتيجية هيئة الصحة على مواكبة رؤية الحكومة الرشيدة وهو تطبيق رسالتها. طبعا أهم هدف في هذه الرسالة اللي هو تعزيز صحة الفرد والمجتمع بتوفير خدمات شاملة ومتميزة في بيئة صحية مستدامة. من هذا المنطلق جاء مشروع تطبيق المواعيد الجديد اللي هو بديناه في 1 سبتمبر. وراعينا في تطبيق هذا المشروع المطور فيه الظروف الصحية لكبار المواطنين الأعزاء وإخواننا أصحاب الهمم. وكذلك راعينا الحالات الطارئة. طبعا نظام المواعيد الجديد في المراكز الصحية المنتشرة في دبي، إمارة دبي التابعة لهيئة الصحة، في 11 مركز صحي
هذا النظام الجديد يتيح المزيد من الفرص لأعزائنا المتعاملين للحصول على خدمات صحية متميزة. يعني احنا زيدنا الفرص انهم ياخذون المواعيد، وكذلك المتعامل يقدر ياخذ المواعيد عن طريق مركز الاتصال الموحد. وهذا المركز يشتغل على مدار الساعة. طبعا ما يخفى عن الكل يمكن هذا المركز رقمه DHA اللي هو 800 DHA 800 342. وهذا المركز الاتصال الموحد يعمل على مدار الساعة. يعني أو عن طريق حتى الحضور للمركز الصحي. وقريبا جدا إن شاء الله وراح نعلن عنه، راح يكون في تطبيق ذكي ينزل المتعامل ويقدر يدير مواعيده من خلال هذا التطبيق. وكذلك يقدر هو يعني المتعامل كذلك يقدر ياخذ موعده عن طريق الطبيب أثناء الاستشارة، عرفتي؟ نعم، أي إذا احتاج الموعد فرضا بعد أسبوع أو بعد 3 أيام في هاي الحالة. فخلال الاستشارة بعد الطبيب المعالج يقدر ياخذ يعني يحدد حق المراجع والمتعامل موعد، أقرب موعد على حسب حالته طبعا. ممتاز. طبعا مثل ما ذكرتي احنا ننصح المتعامل أن يحضر الموعد المحدد له بعشرين أو 30 دقيقة. صح. وذلك ليش لأن احنا حددناها بعشرين، وأنا أنصح بعد ب30 دقيقة لأن في عندنا إجراءات إدارية مثل التسجيل، وكذلك إجراءات كلينيكية اللي هي تقوم الممرضة أنها يسوون تقييم لحالته الصحية ومؤشرات الصحية للمريض ومؤشرات الكلينيكية. أيوة. وطبعا اللي يتأخر عن موعده له خيارين، يا أنه يحجز له موعد جديد. نعم. أو أنه ينتظر حتى الانتهاء من المواعيد المسجلة، لأن الأولوية للمتعاملين اللي حضروا على الوقت. نعم، وعشان ما ياخذ حد دور حد ويكون النظام بطريقة مرتبة. أكيد. دكتورة، ممكن تعرفينا بخصوص ليش تم تطوير هذا النظام وشو الهدف منه؟ طبعا عندنا أسباب كثيرة، أهمها مثل ما ذكرت يمكن في البداية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. نعم. وكذلك لتقليل وقت الانتظار للمتعامل. ممتاز. يعني يقدر المتعامل يدير موعده وبس نطلب منه أن يحضر قبل الموعد بوقت كافي اللي هي 30 دقيقة أو 20 دقيقة لأساس ما يتأخر. وكذلك يعني في سبب رئيسي، وكذلك هو الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والموظفين. صح. وكذلك من ناحية المتعامل أن يستثمر وقته أفضل استثمار، فتحنا للمتعامل أن يقدر يدير وقته ويختار الطبيب حتى المعالج. ممتاز. فهذه من الأسباب الرئيسية اللي خلتنا نطور هذا النظام. ومثل ما قلتي عامل الوقت جدا مهم، يعني أسير طبعاً وانتظر فترة طويلة، يعني بعد بس أسير وانتظر بس 20 دقيقة، وأصلا بينادون اسمي بسرعة من أقعد 20 دقيقة بس، يعني وايد بيرتب أشياء كثيرة. والمتعامل نفس ما قلتي بيختار طبيبه، وفي نفس الوقت بيحدد هو متى الوقت اللي يناسب عشان العيادة. لأن إحنا أختي دكتورة عاشة إحنا يعني طبعاً إحنا دائماً نسوي تقارير إحصائية، وعندنا مؤشرات أداء عن حساب وقت الانتظار، فلاحظنا أن أعزائنا المتعاملين يفضلون أوقات معينة للحضور للمركز الصحي. نعم. وفي أوقات معينة يكون المركز الصحي فعلا يعني ما استغلين الأطباء الموجودين. صح. فإحنا ندعي نوجه دعوة للمتعاملين إنهم فعلا أول شيء يتجنبون الأوقات الزحمة، خاصة إذا حالتهم مش طارئة، لأن معظم الحالات اللي تي لطبيب الأسرة مش طارئة. نعم. فأنا أدعوهم من منبر نور دبي أنهم يختارون الوقت المناسب ويبتعدون عن وقت الذروة. ممتاز. فعشان كذي إحنا أحتحنا هذا بناء طبعا على دراسات، وبناء على استبيانات، وبناء على اقتراحات من المتعاملين. إحنا عندنا وايد متعاملين، بناء على اقتراحاتهم إحنا طورنا هالنظام واستحدثنا نظام المواعيد في طب الأسرة والأسنان كذلك. الحمد لله. دكتورة، طبعا كنا عارفين أن هيئة الصحة دائما حريصة على تحسين رحلة المتعاملين داخل منشآتها الطبية وخاصة المراكز الصحية، فكيف بيحسن هالنظام الجديد هذه الرحلة؟
أكيد يعني إحنا لما يلتزم المتعامل بالمواعيد ولما إحنا أتحنا له فرصة لأنه هو يدير وقته ويدير مواعيده ويلتزم بالحضور بالوقت، نعم. أكيد هذه راح يتحسن الأداء بشكل يعني بشكل غير طبيعي، يعني حتى صح. راح يزيد الرضا عند الأطباء، اللي راح يزيد الرضا عند الموظفين في المركز الصحي، لأنه بيكون منظم حضور المتعاملين، بيكون بطريقة منظمة، وراح يزيد رضا المتعاملين كذلك، لأنه بيجي على موعده وبياخذ الخدمة المتميزة اللي طلبها. ممتاز. في نفس الوقت إحنا ما يعني ما أغفلنا الحالات الطارئة، عندنا رحلة ثانية للحالات الطارئة، وعندنا بعد يعني حرص على كبار المواطنين وعلى أعزائنا أصحاب ذوي الهمم. ممتاز. فإحنا بهذا طبعا بالتطبيق الأمثل لهذا النظام إن شاء الله أكيد راح رحلة المتعامل راح تنتظم، بيكون وايد يعني وايد أورجنايز، وايد منظم مرتبة ومنظمة، وتحمي وقت المتعامل وتزيد من الساعات وراحته كذلك، وإحنا نتوقع كذلك إنه يعني يقلل وقت الانتظار إن شاء الله. إن شاء الله. دكتورة أمل، كلمة أخيرة توجهينها لجمهورنا العزيز خلال البرنامج. طبعا قبل لا أوجه الكلمة الأخيرة، في إحنا عندنا الحالات الطارئة، نعم، نستخدم مثلا نظام تصنيف الحالات الطارئة الكندي، وهذا نعم. طبعا نظام معتمد دوليا، بس أساس المشاهدين المستمعين والمتعاملين الأعزاء يفهمون هذا النظام، هذا طبعا نظام دولي عالمي يستخدم، يحدد لكل فئة من يعني نصنف الحالات، فيحدد لكل فئة من التصنيف وقت الانتظار، مثلا هذه الحالة تحتاج نص ساعة، هذه الحالة تحتاج مثلا 40 دقيقة، فإحنا يكون يعني نخبر المتعامل ترى أنت حالتك يكفي هذه الفئة، وهذه الفئة راح تنتظر فيها هذا الوقت، فأنت فالمتعامل له حرية الاختيار. طبعا الحالات الطارئة أكيد 100% يعني تكون في نفس مجراها. اللحظة يعني في حالات تكون في نفس اللحظة لازم تنشر، بس في حالات بعد التصنيف تحتاج نعم. إلى أوقات ما تكون حالات طارئة، عرفتي؟ نعم. فهذه نترك للمتعامل حرية الاختيار، يا أنه ينتظر نعم. لين ما نلاقي له أقرب موعد، أو أنه يتوجه للتسجيل أو يتصل بالمركز الاتصال الموحد علشان يحجز موعد على حسب رغبته. فهذه حبيت بس ممتاز، وهي نقطة جدا مهمة دكتورة أمل، يعني لما يكونون عارفين لا. لأن الناس بتتخوف يعني حالتي تكون طارئة، فألجأ لمن ما أهملنا ما أهملنا الحالات الطارئة، هاي نقطة جدا مهمة دكتورة أمل. أكيد. طبعا كلمة أخيرة، أنا أوجه نصيحة وطلب ورجاء من المتعاملين بضرورة الالتزام بالمواعيد والحضور قبل الوقت، إن شاء مثل ما أعيد وأكرر 20 إلى 30 دقيقة، وكذلك المتعامل إذا اضطر سبحان الله أنه ما يحضر الموعد أو أنه يكنسل الموعد، أوجه له رجاء كبير أنه بس يتصلون بمركز الاتصال الموحد ويلغون الموعد. ليش؟ لأن هذه أنا أعتبرها مسؤولية مجتمعية يشاركون المتعاملين فيها، لأن إحنا بهالطريقة راح نعطي المتعاملين ثانين فرصة، أنهم متعاملين ثانين محتاجين لهالموعد صح. فرصة لأنهم يأخذون الموعد جديد، لأن تخيل إن إذا ما كنسلت الموعد ثلاثة ما كنسلوا الموعد صح. راح يعني صحيح. فإحنا يعني من حرصنا ولازم إحنا كلنا يعني يكون عندنا وازع المسؤولية المجتمعية في المجتمع كامل، إن إحنا من ناحية إن إحنا نوفر فرص لمتعاملين فعلا محتاجين حق هالخدمه لهذه الخدمه. دكتوره أنا فهذه اللي بس اوجه لهم هذا الرجاء وهذا النصيحه. دكتوره أمل بوهارو، مدير مراكز الرعايه الصحيه الاوليه بهيئه الصحه بدبي، شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك. مستمعينا الاعزاء، بعد ما طرحنا هذا الموضوع بخصوص المواعيد في مراكز الرعايه الصحيه الاوليه، طالعين فاصل وراجعين لكم ان شاء الله. صحه وسعاده،
مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم مره ثانيه في برنامج صحه وسعاده. اذكركم بارقام التواصل ويانا 600551414، الرسائل النصيه على 4006. موضوعنا اليوم جدا مهم، وطبعا يتعلق بالعلاج الطبيعي. طبعا في اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، وبهذه المناسبة المهمة تؤكد هيئة الصحة بدبي حرصها على تمكين الأطباء المتخصصين وجميع الفئات الطبية المساعدة من أدوات تطوير هذا التخصص الطبي المهم، اللي يحتل أولوية متقدمة ضمن أولويات التطوير وركيزة كذلك أساسية لبرامج الرعاية الصحية اللي تستهدف التصدي لأمراض ومشكلات العصر المزمنة، ومنها مشكلات العظام والعضلات والعمود الفقري اللي تمثل أكثر الأسباب شيوعا لفقدان عوائد الإنتاج على مستوى العالم. لأن كلنا عارفين ألام العظام والعضلات لها دور كبير أنه تنقص من إنتاجية الشخص، حتى لأن الآلام تكون شديدة وتحتاج متابعة دائمة. وإلى جانب الأقسام المتخصصة في مستشفيات الهيئة يأتي مركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ليعكس مدى التطور اللي يشهده أحد أهم التخصصات الطبية، سواء كان التطور يخص بيئة العلاج أو التقنيات أو عمليات رفد المركز بالكفاءات الطبية والفنية المتخصصة، حول إمكانية المركز وما يوفر من خدمات المتعاملين معه. يسعدنا يكون معنا اليوم الأستاذ يوسف الزرعوني، مدير مركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أستاذ يوسف. بالنور والسرور والعافية. هلا أختي. أهلين أستاذ يوسف. طبعا كلنا عارفين دور العلاج الطبيعي في سواء الأمراض، ما نقول كلها بس معظم الأمراض الصحية، خاصة اللي تتعلق بالعظام والعضلات. شكرا على الاستضافة. حبيت بس أشير لأن اليوم العالم يحتفل مثل هاليوم الثامن من شهر ديسمبر كل سنة، أخصائي العلاج الطبيعي والمعالجين يحتفلون بهذا اليوم، وذلك طبعا مدى دور وأهمية العلاج الطبيعي في تعزيز الصحة بشكل عام. يعتبر طبعا العلاج الطبيعي دكتورة كما تعرفين أحد فروع الطب المهمة، القائم في تقديم خدمات للأشخاص من أجل تعزيز صحتهم وتطوير الحفاظ على الحركة إلى الحد الأقصى، وطبعا والتركيز على القدرة الوظيفية سواء كانت الجسدية النفسية في جميع مراحل الحياة، وهدفه طبعا تحسين مستوى الحياة وطبعا تقديم خدمات في الظروف اللي يمر فيها المريض في حياته. ونحن دوم نركز على الحركة. نعم. الحركة جدا مهمة لوقاية الكثير من الأمراض مثل ما تعرفون المزمنة، واللي نعرفها مثل السمنة، أمراض ارتفاع الضغط والسكري وكذلك السرطانات. يعني فهذه نحن في هاليوم طبعا تكون فعاليات توعوية حول دور العلاج الطبيعي وأثره على الصحة الجسدية والنفسية، سعي هيئة الصحة في تعزيز الصحة وسلامة المرضى بشكل عام سواء كانت بدنية جسدية عقلية نفسية، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي. ممتاز. أستاذ يوسف، ممكن تعطينا لمحة سريعة عن أهم الأقسام والتخصصات اللي يتضمنها مركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل؟ طبعا مركز العلاج الطبيعي، مركز دبي للعلاج الطبيعي والتأهيل، طبعا منشأة هي متخصصة لعلاج المرضى الخارجيين. نعم. مش الداخليين طبعا، وهناك في خطة على مستوى القطاع الاستراتيجي للهيئة بفتح أقسام للمرضى المقيمين، وإن شاء الله هذا نشوف النور نشوف على أرض الواقع في الأيام والأشهر القريبة بإذن الله. طبعا هذا كل الدعم من الإدارة العليا في هيئة الصحة برئاسة سعادة معالي حميد القطامي، والإشراف المباشر من دكتور يونس كاظم
هو المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للأعراض الصحية. مركز دبي طبعا هذا يتبع قطاع المراكز المتخصصة، تابع لقطاع المراكز التخصصية في الهيئة، يقدم خدمات إعادة تأهيل الشامل للحالات المزمنة كانت والمكتسبة للأطفال والكبار والبالغين كذلك. ويعد المركز طبعا في الإمارات الأول في الإمارات والشرق الأوسط الحائز على الاعتماد الدولي لمرافق التأهيل نسميه كار. ممتاز. ونحن كلنا نسعى لتقديم أفضل خدمة وعناية لتحسين مستوى الحياة للمراجعين، كما يقدم طبعا المركز خدمات للمرضى في برنامجين مختلفين. نعم. برنامج الأولي هو برنامج العيادات الخارجية لعهد التأهيل. نعم. والبرنامج الثاني هو برنامج العيادات الخارجية للحالات المزمنة، يعني نقول كرونيك أو المينتننس، والثاني هو ريهابيليتيشن. الخدمات اللي نحن طبعا المركز هذا يقدم خدمات شاملة تحت سقف واحد. ممتاز. في عندنا طبعا فريق متعدد التخصصات. نعم. مكون من أطباء ومعالجين وأخصائي تغذية وأخصائي الأطراف الصناعية، وفي معالج نفسي وأخصائي اجتماعي. طبعا يزخر المركز بالكفاءات الموجودة والخبرات لدى العاملين، يعني في المركز خبرات طويلة في التعامل مع جميع الحالات المتعلقة بالعصاب والمفاصل والحوادث دكتورة على يعني مختلف الأسباب، مثل حوادث السقوط، السير، حوادث عامة بشكل عام، حوادث يعني حتى الإصابات الرياضية والجلطات واللي هي بوست أوبريتيف اللي نسميه بعد العمليات، إعادة التأهيل تأهيل العمليات، مثل العمليات اللي سببها يعني الدماغية، الجلطات. نعم. العمود الفقري، الكسور الثانية، عمليات تبديل الركب والركبة. هذه ممتاز ممتاز. يعني يتضمن الأقسام التخصصات تقريبا معظم المشاكل اللي تحتاج علاج طبيعي، وكذلك ذكرت أن من الأطفال للكبار المواطنين كذلك تستقبلونهم. نعم. في المركز الأطفال البالغين وكبار المواطنين. نعم. من أي عمر الأطفال؟ الأطفال من 2 لين 13 سنة، يعني نبتدي من عقب 2. ممتاز. لأن أقل من 2 فهم طبعا بيكونون الخدمة هذه بتكون متوفرة في مستشفى لطيفة. فالهيئة مغطية شو ما يخص العلاج الطبيعي والأعمار اللي هي تستفيد من هذه الخدمة. ممتاز. أستاذ يوسف، ممكن تحدثنا أكثر عن أساليب العلاج الجديدة والمبتكرة اللي يتميز بها المركز؟ المركز هو نحن المركز رائد في شغلة نسميها طبعا interdisciplinary team، اللي هو عندنا فريق متعدد التخصصات. نعم. طبعا نحن نفرق الفرق بين المركز والأقسام الثانية، أن المريض لما يجي هنا عندنا فريق كامل، المريض يعني اللي هو new patient، نقول الجديد، أيوة. المركز فريق كامل مثل ما ذكرت، أن طبيب متخصص بالعلاج الطبيعي، معالج طبيعي، معالج وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي وممرض، يكونوا موجودين يقابلون المريض ونقول له ونشوفه شو اللي هو يعاني بالضبط. زين. وطبعا بعد الرجوع للتحاليل والأشعة اللي عنده تاريخ، ناخذ تاريخه الصحي، فهنا الفريق هو يقرر نوع العلاج، عدد الجلسات. ممتاز. نوعية الجلسات عندنا نحن طبعا العلاج الوظيفي occupational therapy، وعندنا الفيزيكال هذه العلاج الطبيعي، كذلك عندنا العلاج المائي، عندنا الروبوت، المركز الوحيد اللي هو يقدم علاج بالروبوت الآلي. هذا يدل طبعا على اهتمام الهيئة بتوفير أفضل المعدات يعني الطبية المتطورة لعلاج والعلاج هذه الحالات. ممتاز. وفي النهاية طبعا لتقديم أفضل سبل العلاج
ونحن كلنا نشترك في هدف واحد، هو نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة وسعادة. إن شاء الله. والنقطة اللي ذكرتها أستاذ يوسف صراحة بالنسبة بخصوص الانتر ديسبلينري تيم، اللي يكون تيم متكامل كل التخصصات، متكامل. يعني معظم التخصصات تشتغل على المريض نفسه، فيلقى العلاج من كل التخصصات اللي هو يحتاجها، يعني فرضا في العلاج الطبيعي، فهالشيء جدا جميل وهيسرع في العلاج ويسرع كذلك في أي وثقة المتعامل كذلك تكون أكثر، وحتى يعني سعادته بتلقي العلاج من أكثر من تخصص معين، فها يضمن حصوله على العلاج بطريقة متكاملة وبطريقة صحيحة. نعم نعم نعم، هذه اللي حبيت أنا أشير له. ممتاز. حتى كذلك مثل في نقطة ثانية، أن الأخصائي الاجتماعي يكون متواجد، أحيانا المريض يجي فيحتاج مساعدة، يحتاج سبورت من ناحية توفير مثلا لمعدات طبية، مستلزمات طبية، أمور يعني، أو حتى لو شغلات نسميها المالية يعني مش قادر. فعندنا الأخصائي الاجتماعي يتواصل مع الجهات المعنية في وزارة التنمية، هيئة ممتاز. تنمية المجتمع، هنا عندنا في قسم صندوق دعم المرضى، نحاول قدر المستطاع وقدر يعني حسب الظروف أن نوفر له حاجة المريض في الوقت اللي هو الوقت المناسب، أنه أسابنا ما يتعرض أو ما تتأخر أو تسوء حالته مستقبلا يعني. ممتاز. وهالشيء جدا جميل، يعني أن أنتم ما راعيتوا بس الشيء الطبي للمريض أو الشيء الكلينيكي، يعني أخذ العلاج وطلع، يعني ذكرت حتى بالنسبة للأخصائي النفسي الأخصائي الاجتماعي، يعني شيء جميل يكون رابط بين المريض وبين المركز نعم اللي يتعالج فيه. نعم وهذا الهدف منه طبعا دمجه في المجتمع. نعم كان عندنا طبعا اللي هم تعرضوا لحوادث مثلا سير، صح. وتعرفين انت الامور النفسيه والاجتماعيه هذه لازم تؤخذ في الحسبان، والاهتمام يكون يعني محل الجد والاهتمام بالنسبه لنا نحن المريض ذي، وقابل الفريق طبعا يسال اول سؤال، انت شو الهدف والغرض من جيتك مثلا، من حضورك، من وجودك هنا مثلا. يقول والله زمان كنت انا امشي، انا كنت العب، انا كنت اسوق مثلا، الحين انا مش. فهو هذا الهدف الله يسلمك، ان دمجه في المجتمع ويعيش حياه طيبه ان شاء الله. ان شاء الحكومه الله مش مقصره، موفره الحمد لله. كل صح سبل الحمد لله. العلاج، وافضل يعني من العلاج كل النواحي، الموفر من الموارد البشريه، من المعدات، من التسهيلات، من خدمات، حتى تكون توصل للبيت. ممتاز. استاذ يوسف، ممكن تعطينا نبذه عن مواعيد الدوام في المركز، في مركز العلاج مواعيد الطبيعي الدوام الله والدعاية يسلمك من العيلي؟ 7:30 لحن، يعني نعم 7:30 لين 6، كان لين 2:30، لكن نزولا لرغبة وحاجة بعض المرضى نعم مددنا الدوام المسائي. هاي خدمة جديدة نحن ممتاز. وصلناها من العام، يعني أنا على أساس أن المريض أو المراجع يوافق بين عمله أو دراسته، سواء إذا كان طالب نعم أو كان موظف، يعني يوافق بين دراسته واستمراره في العلاج. في العلاج. ممتاز. ويكون كم يوم في الأسبوع؟ على حسب حالته هذه طبعا. لا أنا قصدي فتح المركز، يعني في الجمعة والسبت يكون مقلق؟ لا هذه نحن متجاوزين. أيوة. نكون يعني المركز يتعطل الجمعة والسبت من الأحد إلى الخميس، من 7:30 لين 6. من 7:30 لين 6. الأستاذ يوسف الزرعوني، مدير مركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا لكم. شكرا، يعطيكم العافية. شكرا لك أستاذ يوسف، يعطيك العافية. مستمعينا، هذه كانت آخر فقرة لنا، وطبعا الفقرة جدا مهمة، وتعرفنا عن مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، أوقات دوامه، شو الأشياء اللي
يختص فيها التجهيزات والأقسام والتخصصات كذلك. هذه آخر فقرة لنا لليوم إن شاء الله، نلقاكم باكر على نفس الوقت الساعة 10 الصبح. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا القفلي، في الإخراج أيمن سرحيل، محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس الوقت، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.